يوم الثلاث وكل يوم ثلاث وبمناسبة أولمبياد جانيرو. خلينا نشوف النشرة الرياضية بتاعت مساء القاهرة. الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة يعكف على دراسة مشروع التأمين على المدربين أسوة باللاعبين والحكام، تمهيدا لعرضه على ثروة سويلم المدير التنفيذي للجبلاية والقائم بأعمال رئيس الاتحاد لاعتماده وتفعيله رسميا. محمود طاهر رئيس النادي الأهلي كلف بعض الوسطاء للتواصل مع البرتغالي فيريرا المدير الفني الحالي لفريق السد القطري لإقناعه بتدريب الأحمر في الموسم الجديد بعد رحيل مارتينيول. بعثة منتخب مصر لكرة الصالات تتوجه إلى الصين للمشاركة في دورة ودية دولية استعدادا لبطولة كأس العالم بكولومبيا المقرر انطلاقها في 10 سبتمبر. مسؤولو اتحاد الكرة ينتظرون انتهاء لجنة المسابقات من إعداد جدول مباريات الدور الجديد لموسم 2016 و2017 من أجل إرساله إلى وزارة الداخلية والأمانة العامة للقوات المسلحة واعتماد الملاعب التي تستضيف مباريات الفرق دون أي تعديلات. حقق الرباعي محمد الشربجي ومازن هشام وكريم عبد الجواد وطارق مؤمن الفوز في افتتاح بطولة هونغ كونغ الدولية المفتوحة للإسكواش البالغ مجموع جوائزها 150,000 دولار وتأهلوا إلى دور 16 للبطولة. دعاء الغباشي لاعبة منتخب الطائرة الشاطئية أكدت أن تداول صورتها مع العلم الإسرائيلي ما هو إلا مؤامرة ضدها لتشويه صورتها، خاصة أنها لم ترى العلم وقت التقاط الصورة. خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وافق على صرف 66 مليون جنيه قيمة المستخلص الختامي لمشروع تنفيذ المرحلة الثانية لمركز التنمية الرياضية بشرم الشيخ. مسؤولو الإسماعيلي حصلوا على موافقة مديرية أمن الإسماعيلية لخوض مبارياته على ملعبه بالإسماعيلية بداية من الموسم الكروي المقبل. المنتخب الوطني أعلن أن الجهاز الفني ليس له علاقة بأزمة باسم مرسي لاعب الزمالك مع مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض والتي تم على أساسها إيقاف اللاعب وإحالته للتحقيق.